مسا التماسي يا اخوانا، يا اجمد فانز في الدنيا ومحبي الاستراتيجي في كل مكان. معلش يا جماعه، كنت بلعب شويه ضغط، مش هضيع وقت يعني. النهارده هنلعب لعبه جديده، سوبريم كوماندر 2. طبعا الجزء الاولاني يعتبر شبهها قوي، قريب الجرافيك من بعضه، بس طبعا هنا في اليات اكتر وخرائط مختلفه، وهنا في دي اللي سي على اليمين، هو زي ما انتم شايفين كده. خلينا نبدا على طول. انا حطيت برضه شويه خرائط، انا كنت بقالي كتير قوي ما لعبتهاش، بس كنت بلعبها زمان. هي صعبه جدا وعايزه سرعه في البناء مرعبه، تمام، لان للاسف ما فيش بالانس ما بين السرعه في النورمال والفاست، يعني النورمال بطيئه جدا والفاست سريعه جدا، ما فيش ما بينهم يعني. تمام، نبني بس كده الاول، وبعد كده حلها حلال. طبعا يا جماعه دي اللي على الشمال خالص، ده اللي هو الماس، هنا دي الطاقة، تمام، هما تقريبا هما هنا كده، همت ايوه نوم. خلينا نعمل ايه هنا كده، نطلع من ده ثلاثة او خمسة، وده نحركه الناحية دي عشان نروح نبني هناك. هقول لكم نبني هناك ليه، تمام، ودوت هيبني هنا معايا، هنبني هنا يا جماعة، نخط خط دفاع هنا، سرعة في البناء رهيبة، بحيث ان انت ايه ما تلحقش زي ما هم جايين في الطريق. الطيارة بص في ثانية، قلت لكم الطيران هتلاقي جاي دلوقتي، بس انا ايه مستعد له باتنين اهمت حلوين قوي زي الفل. ابني لي كده هنا، وانت ابني لي اهو، وانت ابني لي اهو، ماشي ماشي، ابني لهم الجو دلوقتي، ابني اخلص، تمام، وانت ابني لي جو اهو. دي هتسقطهم لوحدها، كفيلة ان هي تسقطهم، بس هما تقريبا هيجروا هومت لما لقوا جو اتبنى. في حاجات هنا حلوة جدا هنبنيها، بس خلينا ايه، تعالوا حبايبي تعالوا امسحوهم، بص سقط سقط سقط، هما لسه دبابات طياراتهم تعبانة، لسه طياراتهم تعبانة يا اسطى. طلع لي بقى من ده، ايه ده، لا ده يا جماعه اللي هي بص طلعت اهيت، حلو قوي، ارجع قوي دول الاثنين دول بقى ايه، طلع لي منهم كده اهو خمسه، عشان هم بصوا جايين زي الغجر ازاي. تعالوا بسرعه اضربوا دول، لو ما هيفرتكوني خشوا بس. هو باعتين ان ده بومبر بيضرب ارضي بس، احنا ممكن نبني هنا برضو كده واحده كده اهو، بس اما تدمره، لا تدمره خلاص قشطه. طلع لي طيارات، اول حاجه طلع طيران كتير، طلع طيران كتير، والطيران هينقذك ارضي برضو، يعني هو هيقدر يظبطك ارضي، هيظبطك في الارضي، ده بتضرب ارضي ممتاز. انت قوي بقى الجو بتاع ده الجوي، خليك بقى ايه قوي بقى الحاجات ديت، دي بتزودهم بقنابل وحاجات من ديت كده، انت قفلت الجوي. ايوه الطيران بتاعهم ده، ماشي ماشي، هما بيهاجموا المره دي بغباوه شويه، حلو قوي، تمام قوي قوي. اوف شخوم يا جدعان، تعالى لي بقى هنا كده، ابعت لي هنا يا اسطى ايه اتنين، تبني لي هنا كده البتاع، ابني لي ابني لي ده همت، تمام، وانت ابني لي انت، ده طاقة كتير كتير. بسرعة بسرعة، لحسن لو ضربوا الآلي ده هتبقى مصيبة سودة. اهرب 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 اهرب، مش مشكلة، اهرب اهرب، ابني هنا واحدة اهو. مشكلة بقى الطيران ده، يروح يضرب في حتة يقف فيها ما يرجعش، مش يحترم نفسه ويرجع، لا ما بيرجعش. زي ما انتم شايفين يا جماعة المدعكة، بصوا شو دول واقفين 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 بيتفرجوا ليه، مش عارف
طلع لي جوي ما توقفش. ده هيبني هنا كده، هتظبط الاداء شويه. معلش زي الفل. بصوا يا رجاله بقى، يبنوا لي ايه برضو جو اهو كده اهو، وابني لي ايوه جو من ده اهو. بصوا ده بقى ايه، ظبط الاداء. نبدا نبني هنا بقى ايه ونروق على نفسينا. كل ده بقى يا جماعه مباني هتبني، هتشوفها دلوقتي انت بعينيك، هتظبط معانا قوي. ايوه كده يا رجاله، ما توقفوش، خشوا اطحنوا. تمام، طيب حلو قوي. تعالى لي بقى انت هنا كده، اسحب لي دول. وبعدين اسحب لي دول. لا انت عايزك تبني لي بقى دهوت. معلش روح ابني لي ده، وانت تعالى لي اهو ابني لي ده اهو. ماشي ايوه كده يا رجاله، خش 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 تقفوش. لا شويه ده هما ترجعنا اهو كده اهو. ابني لي بقى يا اسطى ده اهي. حلو قوي يا رجاله كده، حلو قوي. ابني لي بقى انت لهوت الارض. خش على اللاند بقى يا جماعه، اللاند مهم جدا بقى. ايه ادي اللاند، هي ادي الارضي كده. انت بنيت اقوى حاجه في الارضي، انت كده بنيت اقوى حاجه في الارضي. هيتفتح لك اهوت دوت كده. ايوه زي الفل كده. ابني لي كده يا اسطى، خش خش مع زمالك، خش بقى فوق ده بس كده. الراجل يقرب بقى، انت كده الجو عندك تمام. وقف بقى، وقف الجو. تمام وقف الجو. خش لي في المقدمه، ما توقفش، خليكم انتوا ورا اهو. انتوا ايه اللي ممكن تصدوا قصادنا، قصاد العتاوله الكبار اللي هيجوا دلوقتي؟ بص هيطلعوا مطلعين دلوقتي تنانين، تنانين يا جدعان، تنانين. في تنانين وفي هم لسه ما طلعهمش، بيهاجموا جو. اه بداوا يطلعوا اول تنين اهو. بصوا ده ديناصور وده عنكبوت، يعني الياتهم كلها عباره عن عناكب كده وحاجات. تمام احنا نقوي بقى الارض دي زي الفل زي الفل. تمام هو تقريبا المباني كلها تمام، بس لسه فاضل فيها اتنين كمان اهمت. ايوه تمام تمام. الاير تمام، بيهاجموا بيهاجموا اول مره دي. خشوا فارتكوا لي دول، لان دول صعبين قوي. بس عندي جوي فايتر انسى. كفايه بقى كده، كفايه كده، كفايه دول، كفايه دول، عشان نبدا نطلع ارضي بقى. الاثنين دول بقى، بصوا دول بقى يا جماعه مازنجر. بصوا بيطلع ازاي الالي مازنجر. طلع لي نهوت يا اسطى اهو، عشان هنعمل حركه حلوه قوي دلوقتي. خمسه قوي، بس هو يطلع خمسه. تمام هنعمل حركه لولبيه دلوقتي. هم طول ما الدروع مش هنا، هي هنا برضو حلو قوي كده، كفايه عليهم هنا. الحركه بقى اللي هيحصل ايه بقى كالاتي. تمام اللي هيحصل كالاتي، تبني في كل مكان كده اهوت، اربعه هنا كده
وانت بنيلي هوت ايوه كده، بنيلي هنا كده. اللي هيحصل كالاتي، طبعا المبنى بعيد، انا عشان اخش بقوه واضربها هنا هيفرتكوني، حتى لو ضمرت الحته دي هتلاقيهم بقى بداوا يحلبوا منها ويضربوا عليا. فاحنا هنعمل ايه بقى؟ هنيجي في النص هنا نبني، نبني ايه؟ مش بس مباني زي دي عشان نطلع منها، لا هنبني كمان ارتلري. الارتلري ليه بقى؟ لو احنا جينا نبني ارتلري، اهم حاجه بس ده يا جماعه ما تضربش، خلوه في وسط المعمعه دايما اهو كده اهو. لو انا جيت ابني ارتلري اللي هو ده، اقرب مكان يعني لو حطيته حتى هنا، بص اجيب هيجيب فين؟ شايف المدى بتاعه؟ مش هيجيب هنا، لكن لو انا حطيته هنا بقى، هنا مثلا كده، هيجيب لي كل المنطقه، او نجيبه من هنا كده، هيجيب لي كل المنطقه يا جماعه. مش شايفين المنطقه؟ هيجيب كل المنطقه، تمام؟ على الاقل المناطق المهمه عنده. فاحنا ننقل كل قواتنا هنا دلوقتي، ماشي؟ شويه الصعاليك دول بس كده، تخلص عليهم، تمام. هما بيهجموا بالجوي جامد 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 يعني، تمام، بيهجموا بسرعة مرعبة. أنا يعني أنا حرفيا ما كنتش بلحق أبني. تعالى لي بقى إيه، مش هينفع أجي هنا، طب تعالى لي ابني لي هنا، أنت ابني لي هنا، وانت ابني لي هنا، ابني لي ديت، تمام، ابني لي هنا. اخلص يا عم الكتفوتو، تمام. طب ما تبني لي انت هنا، ما في حاجات حلوه هنا، تمام. فهشغل القرآن جنبنا، الله يفتح عليك يا شيخ. تعالي نبني هنا، تمام، إلى حد ما ده جيد. ابني لي هنا، انت ابني لي هنا. Thank you.
ترجمة
Thank you.
Unit cap reached. 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 Unit cap reached.